جرافيا هسه عندي الاسئله اللي زي هيك تكون فريم لوب هي عباره عن عماره يعني هذا الطابق الاول الطابق الارضي وهذا الطابق الاول هسه هاي بكون في عندي كلوز لوب يعني بكون عندي الفريم مسكر على شكل لوب شكل مربع يعني لو بدي الديتيرمنسي ما بقدر احكي عندي 3 رياكشن يعني ار تساوي 3 ان تساوي 1 اذا ديتيرمنت ما بقدر لانه لو بدي اجي من فوق اطلع مومنتات راح اعجز اعجز بالتالي عشان ما اعجز بدي اعرف كيف اوجد الديتيرمنسي له خذها قاعده دائما اذا كان عندي فيكسين زي هذا فيكس وهذا فيكس شو بصير عندي؟ بصير عندي ونهاية جهة فيكست ونهاية جهة فيكست يكون عندي closed loop يعني هذا هيك مربع هذا مشان أوجد determinacy له بدي أضطر أعمل cut قطع فلما بدي أقطع بطلع مع الشكل اللي تحته الشكل اللي تحت بطلع عندي shear moment axial shear moment axial فبصير عندي الشكل زي هيك فبالتالي هون صار عندي n تساوي 2 والار شو بدها تساوي؟ تساوي عدد الرياكشن هون 3 زائد كم عدد القوة اللي طلعوا من جهة واحدة؟ طلع معي بس 3 زائد 3 تساوي 9 بالتالي 3n تساوي 6 فبالتالي r ناقص 3n تساوي 3 بالتالي indeterminant third order indeterminant third order third degree third order طيب في امثله ثانيه عليه في امثله هذا كمان مثال عندي هذا fixed fixed برضه هاي fixed وبرضه هاي fixed هاي fixed معناته هون بالضبط مرتين هيك فلما اقطع هيك وهيك يطلع عندي ايش؟ قطع الصوره يطلع عندي زي هيك صار عندي كم قطع؟ عندي 3، ليش 3؟ طلع لي من هون طلع لي هاي طلع لي هاي طلع لي من هون طلع لي هاي زيادة وهاي نفس الأولى عندي 3 تساوي n n بتساوي 3، طب الـ r كم؟ كل سكشن من هون بيطلع لي 3 من هون بيطلع لي 3 هون برضه بيطلع لي 3 بالتالي عندي 9 زائد كم في فيكست عندي؟ فيكست فيكسين ثلاث ثلاث فيكست يعني برضه 9 تساوي 18 بالتالي ار 18 وان 3 3 في 6 3 في 3 9 فهذا 9th order ما بقدر احلو الستركتشر 1 اسمع صوتي هسه ف نرجع نعيد انه بنقطع زي هيك هون قطع هون قطع بالتالي في بصير عندي ثلاث قطوع انه ثلاث اجزاء ثلاث فريمات عندي الان تساوي 3 هسه كم فيكست عندي؟ فيكست فيكسين فثلاث وكل فيكست بيعطيني ثلاث رياكشن عندي انا كم يعني؟ 9 رياكشن زيد عليهم القوه اللي طلعت من القص طلع عندي قص من هون عندي قص من هون عندي قص من هون عندي برضه 9 رياكشن شو بيساوي لي 18 هي معناها 3n بيعطيني 6 فهاي ناقص هاي بيعطيني كم بيعطيني 9 هاي ناقص هاي كم بيساوي 9 معناته هذا 9th order طيب الشكل اللي بعده الشكل اللي بعده فيش داعي اقطع مع انه انت بقطع زي هيك تمام بقطع زي هيك حتى لو مسكر ليش؟ هذا فيكست وهذا فيكست وهاي فيكست وهاي فيكست زي كانهم اللوب زي كانهم لوب اقطع بدي اقطع زي هيك بصير عندي بصير عندي قطع هون بصير عندي كم الان الان بتساوي 2 كم الرياكشن عندي في عندي 1 3 7 9 ار بيساوي 9 تزيد عليهم كم من هون 3 يعني كم 12 3n 6 ار اعطيني 12 12 ناقص 6 يساوي 6 اذا 6 ديجري 6 ديجري 6 ديجري طب اقدر احله هذا بطريقتين
اني احله على الشكل الطريقه العاديه اني احله على هذا. طيب هسه هذا كله ياتو هذا الستابيليتي حكيت عنه الشكل اللي حكيت عنه اول شيء هاي كلوز لوب بلش تقطع هون بتبلش تعمل نيجي للكوز اللي اجى للماضي قبل ما نجي على الكوز هذا السؤال انستابل كل ليش طب ما في بين اللي في بين خلاص وفي عندي رولر فبالتالي مستحيل التقط نقطه الرياكشن وفي عندي على الاكس وعندي على الواي على الاكس وعندي على الواي هسه بحكي لك لا في عندك ثاني في شغله شو الشغله؟ كل مره قلت لك افصل القطع اللي تحت المنبر اللي تحت اللي زي البيم جاي في عليه رولر راح يكون عليه هذا تو فورس منبر ما عندي قوه خارجيه وبينه هنج فشو بدي ببدلهم بوصله ببدلهم قوه ستاتيك تو فورس منبر تو فورس منبر اي قوه مربوطه بين وبين او هنج وهنج او هنج وبين مالهم بتبد وما عليهم اي قوه خارجيه فشو بصير عندي بصير عندي لود فهذا هذا تحط هاي الرياكشن تبعه الرياكشن بتوازو الثلاث صح راح تحكي لي بتوازو فبالتالي شو بالتالي ان ستيبل فديروا بالكم هاي الشغله انتبهوا عليها طيب خليني بس اجيب لكم الكوزات الفصل الماضي وارجع او اتوقع موجودين بدون واصل النت تمام هذا السؤال اقول لكم اياه بشكل بسيط انه انا لاول نظره له ما بعرف احله ولا طالب فيكم راح يعرف يحله واجا راح يجي تمام السؤال مش سهل السؤال بدي اعطيكم طريقته على السريع لانه شرحه شو يعني انا فهمته بس قلت لكم لاول نظره صعب تحله صعب جدا بدي اول شيء نعرف نقرا الفريم هذا الفريم في عندي فريم في اول شيء كلوزد لوب هي اول شغله ثاني شيء في اربع سبورتات ثالث شيء في خمسه انترنال هنج مو ما تساوي زيرو يعني انترنال هنج فعندي انترنال انترنال فبالتالي انت في عندك لو نيجي نفصل السؤال فصل 5 internal hinge في عندي 1 loop عندي 4 support تمام في عندي 5 internal hinge 1 loop و 4 support طب انا هاي ايش فعليا بتفيدني بعدد المعادلات وعدد المجهولين هسه شو بحكي لك بدي اجي احكي لك انه انا عندي راح ينتج عندي خمس قطع من الانترنال هنج تمام وراح ينتج عندك قطعتين من اللوب ليش قطعتين من اللوب ويساوي سبعة ليش قطعتين من اللوب كل بساطة بحكي لك اقطع زي هيك فعندك هاي الان الاولى وهاي الان الثانية اول شغلة فعندك انت الان اثنين من اللوبز والخمسة انترنال هنج خلص خليها خمسة انترنال هنج سبب انه اتوقع هذول الثنتين هم اللي مسببين مشكله بعتبرهم مش قطعه. حكيت لكم شرحه شوي زنخ بس اعرف الشغله هاي خمسه انترنال لوب 1 لوب فايش صار عندي انا؟ سبعه ضرب ثلاث شو بساوي لي؟ 21 فبالتالي ال 3 ان تساوي 21 شو ظل عندي اطلع؟ عندي اطلع الار يلا الار مع بعض كم عندي رياكشن هون؟ عندي بن وبن وبن ثلاث بن قديش بيعطوني ستة واحد فيكس بيعطوني ثلاث وعندي خمسة انترنال هنج بيعطوني كم عشرة ليش عشرة لأنه كل هنج بيعطوني معادلتين اكس واي اكس واي اكس واي اكس واي عشرة وعندي القطع أنا قطعت زي هيك نكتبها تمام انت قطعت زي هيك فبالتالي في عندك انت شير اكسيال شير مومنت اكسيال شير مومنت فايش صار عندي زي هيك صار عندي زي هيك عندي ست قوى اللي هم هذول والعشر قوى واللي هم الانترنالات هنج والست هاي اللي هم عدد السبورت او عدد الرياكشن من السبورت ف25 ناقص 21
يعطيني fourth degree. طلع الخيارات هاي fourth degree. هاي أول نموذج فرض. الست اللي آخر إشي لما أنا أعمل قطع لكلوز لوب شو بطلع لي قوة؟ بطلع لي قوة داخلية شير ومومنت وأكسيل. يعني هذا ها بدي أفصله عندي شير مومنت أكسيل شير مومنت. هذول ستة ولا مش ستة؟ هاي ستة. الجهة الثانية ما بأخذهم، بحسب من جهة، بحسب من جهة. طيب النماذج الثانية لهذا السؤال أجت كالتالي، أجت كالتالي. الفيكست هاذ خلاه بن، فبالتالي بس بنقص واحد، بدل فورث ديجري بتكون ثيرد ديجري. حط لك هذا رولر بصير سكند ديجري، حط لك هذا كمان رولر 1 ديجري، حط لك كمان هذا رولر انستيبل، وهكذا. فهذا السؤال افهم الفكرة الرئيسية انه 3n يساوي 21. بعدين الار، الار يعني هذا لو بدك تعمل شيء اكسل يعني 21 ثبتها زي ما هي. الار شو بتحكي الار؟ الار هي بتساوي 10 زائد 6 زائد number of reaction. بس فالدكتور بصير يغير كل نموذج بيشيل reaction واحد وبغيره، وبعدين الناتج، الناتج بيكون عندي r ناقص 3 n وبس. النماذج الثانية زي اتوقع هاي هذا نفس الشيء، شايفين نفس السؤال نفس كل شيء، بس حط لك رولر ورولر بس. تمام. في كمان اسئله دقيقه، بس الاسئله الثانيه على التراس، الاسئله الثانيه على التراس مش على البيم. يعني كيف بدي احكي لكم؟ ما راح اشرح التراس، انا بصراحه بشكل الاسئله يعني. هذا السؤال بقول لك determine the vertical reaction of support A. بس بده هذا، بس هذا بده، شايفين شو بده؟ بس هذا. For the frame shown in the figure, knowing that the support A and hinge A is hinge and E is roller. والمومنت هو بس ان اختلاف النماذج هو حرف الام هذا. طيب في عندك طريقتين لحل. الطريقه الاولى انك تحكي مجموع المومنت عند A بيساوي 0، بتطلع من خلالها اي واي، بعدين تحكي سيجما اف واي تساوي 0، او بتحكي سيجما اف اكس تساوي 0 بتطلع اي اكس، بعدين تحكي سيجما مومنت عند E بتساوي 0. يعني الجهتين راح تطبق طريقتين، راح تطبق طريقتين، فبالتالي احنا ما عندنا المشكله. لو بدي احكي، بدي احل السؤال هذا سم of moment at A تساوي 0. تمام، تاخذ مجموع المومنت عند الA بتساوي 0. يلا في عندي العشرة ما بتعمل مومنت، الستة المثلث، المثلث بيعمل لي مومنت مع عقارب الساعة سالب 6 ضرب القاعدة. كم طول القاعدة؟ 3. وكم بتبعد وكم مساحتها؟ نص، نص في 3 في 6. قديش بتبعد عن عن إيه؟ بتبعد ثلثين من القائمة، ثلث من القائمة يعني ثلثين من الجهة الثانية، يعني 2 على 3 ضرب 3 يعني 1 يعني 2. تمام، في عندي المومنت، المومنت عكس عقارب الساعة زائد ام، يعني بتحطه 48. انت عندك، عندك ال 20 ناقص 20 ضرب 9 بعدين ناقص زائد 30، 30 هيها انتبهوا عليها مش مبين كثير، في 3 بعدين زائد اي واي في 9 يساوي 0. فانت شو المدخول الوحيد اللي عندك؟ عندك اي واي لانه ام هي معطى بالسؤال. بتطلع الاي واي بعدين بتحكي اي واي تساوي كذا، بعدين شو بتحكي؟ سم اوف واي يساوي 0. فشو بقول لك انا؟ اي واي اللي طلعتها ناقص 20 ناقص 10 ناقص نص ضرب 6 ضرب 3 يساوي 0.
زائد اي واي بس. فانت عندك اي واي طلعتها وهي اي واي. اعملوا سكرين للشاشه مشان لما يوصلكم نماذج على المد او بتحضروا على اليوتيوب، راح تنزل على اليوتيوب كمان اقل من نص ساعه. تمام. حتى عنده سؤال في رياكشن يعني ما مش صعب، السؤال ما هي انا وانا بشرح واخذ مني دقيقتين، كيف انا بدي احله على اللي حاسبه؟ بس هي الفكره رياكشن عموما، السؤال زي هيك. مثل السترينج مثل الستاتيك عادي. طبعا بحب احكي لكم انه هاي الرسمه نفسها بدون اي اختلاف اتت على كويز شابتر 4 بس ما طلب رياكشن، طلب اوجد المومنت عند السي. يعني اقطع وخذ الجزء اليمين والجزء اليسار. نفس الرسمه، يعني فعليا اللي احتفظ بحله بالكويز وفات على كويز شابتر 4 ما في داعي يغلب حاله بتطلع الرياكشن، لانه هاي قانون رياكشن. حطه على عليه حاسبه بس حطه على عليه حاسبه. تمام. السؤال اللي بعده اللي هو two internal hinge determine the vertical reaction at support B. بده عند البي، يعني بده هاف knowing that البي بتساوي 30. بس البي بتساوي 30 شو بتعمل؟ مش صعب ابدا. دائما لما تفصل الانترنال هنج بتبلش بالجزء الديتيرمنت، يعني الجزء اللي بتعرف تحله بالاستاتيك. فهذا انا بدي افصل عند كل انترنال هنج، ففي بدي افصل هون هسه في عندي هيك ولا مش هيك؟ هيك. وعندي اللوت بي، في عندي المستطيل 2 هاي 2 وهاي بي، وهاي المسافة 4 وهاي 4 وهاي هاي في كمان رياكشن برسم رياكشن بالأحمر 2 4 أنا عندي رياكشن هون مسافة 4 مسافة 8. السؤال بدي احله اوجد ان الرياكشن عند البي، ايش مطلوب مني؟ موجود مطلوب مني لازم يعني مشان احله مطلوب مني اوجد هاف. طب هذا كيف بدي اوجده؟ اذا هاف سمبلي سبورتد بيم، الرياكشن هون بي على 2 يعني اذا هاي 30 فهذا الرياكشن 15 وهذا الرياكشن 15 طبعا لفوق، فبالتالي هاي تنزل لتحت ب 15 وهون في عندي ايش بصير؟ سيجما اوف باي تساوي 0، بطلع الرياكشن اللي هون او باخذ مومنت وهاي بطلع ايش بطلع قيمه الرياكشن هذا، بعدين برجع هذا الشكل بحكي سيجما مومنت عند الاي بتساوي 0 وبس. مفهوم ولا بده اعاده؟ مفهوم. ممكن اعيده، ايش اعيد؟ طيب شو الاشي اللي ما فهمتيه؟ كيف طلعت الرياكشن؟ طيب هذا اي اف، تمام؟ عادي يحكي مجموع المومنت عندي تساوي 0 بتطلع اف واي وبتمشي. انا حليتها وخلص من النظر مبينه، اللود بالنص فبالتالي المسافات على النص. مجموع المومنت عندي دي بتساوي 0، شو بدي احكي انا؟ سالب 15 ضرب
اثنين زائد سي 1 أو سالب سي 1 ضرب 4 تساوي 0 طبعا سي واي تساوي 30 على 4 سالب طبعا سالب 7 سالب 7 ونص يعني هاي لتحت طلعت السي واي هو بده بي واي يعني بدي ارجع اقطع كمان مره هسه سي واي بالسالب يعني هاي صارت لفوق وهاي نزلت لتحت تمام وهاي بي واي وهاي اي واي وهاي مستطيل وهاي مستطيل مختار ايش بدي انا بدي بي واي فايش بحكي مجموع المومنت عند الاي sin of m a يساوي 0 يلا شو في عندي انا في عندي المستطيل عباره عن 2 ضرب 12 مساحه المستطيل 2 في 12 نصها كم 6 عمل لي ايش مع عقارب الساعه ضربه بسالب 6 بعدين بصير عندي السي واي السي واي بتعمل لي عكس عقارب الساعه 7 ونص 12 انا عندي 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 البي دقيقه عندي البي عندي البي عندي الاي اخذت عندي الاي مره ثانيه سم نرجع نعيدها نحكي سالب 6 او سالب سالب 2 ضرب 12 ضرب 6 هي زي ما هي والسي واي 7 ونص ضرب 12 بعدين زائد بي واي ضرب 8 تساوي 0 تطلع معي بي واي أطلع معي بي واي خلنا نحسبها طلعت معي 6.75 بي واي فيبس شو ده خيارات اقطع قطع ما اللي بعده هذا السؤال صار ترمان the vertical reaction support هذي the vertical reaction عندي طبعا هسا ممكن يجي نفسهم ممكن يجي كلكم مطلوب عندي مش عندي طالب عندي long that الاطوال كلها value 1 بتساوي 1.6 W2 بتساوي 0.3 يعني بس هاي قيمة المستطيل هذا كذا قيمة المستطيل هذا كذا هذا كيف بدي أحله بحكي بحكي مجموع F M A المومنت عند الـ A بساوي 0 يلا في عندي أول أبلش بالسهلات DY ضرب 3 زائد 2 5 زائد 3 8 زائد 2 10 زائد 3 13 بعدين ناقص 4 ضرب كم شلي من ال 13 5 يعني 8 بعدين سالب 4 شلي منها بضل 5 طيب طلعت هذول ضل المايلات هذول هسه المايل الثاني هذاك ال W2 شو بده يساوي؟ يساوي ال W2 ضرب نص اللي هو المساحة ضرب الوتر كم الوتر؟ إذا عندي المسافة 4 وهي 3 في الوتر طوله 5 يعني ضرب 5 ضرب 2.5 اللي هي التركيز مسافة التركيز شو بضل عندي؟ بضل عندي ال W1 ال W1 راح تتحلل عندي 3 4 5 فشو بصير عندي؟ عندي هسه خليني ارسمها بس عندي راح تصير زي هيك بالتالي هاي ال X وهاي ال Y هاي المسافة تكون 1.5 وهاي المسافة 1.5 والمسافة اللي من فوق 2 تمام وهاي بدها تكون W1 5 فبالتالي هاي W1 ضرب 5 لو فوق 3 5 كاتب كاتب جسلي تمام في 5 ضرب 4 تمام يلا نكمل هاي ديناها عندي هسه عندي W1 5 بتعمل لي عكس عقارب الساعة W1 5 3 على 5 بعدين سالب W1 5 4 على 5
هاي ما كملتهاش. هاي ضرب كم؟ 2. هاي ضرب كم؟ شيل من 3.5 يعني 11. كم يساوي 0؟ بس حط حط الآلي حاسب الدلالة دي واي بيطلع معك. سؤال شابتر 2 نهاية الشابتر اللي هو أوجد الرياكشن. وأي طالب ستيك بحله سترينجث مش صعب التحليل. بس هاي هاي بس أنت شو اللي بفرق معك W1 و W2؟ المعادلة سطر واحد إكسل وخلصت الموضوع. كانت أسئلة تشابت الكوز الأول طبعا مع التراسز. التراسز بس ديتيرمنس يعني بتعد المنبر بتعد الجوينت وبتمشي. أنتوا موجودين شرحهم متوقع قبل هيك أو بالستاتيك فيديوهات الستاتيك يعني. إذا هاي ببعث لكم إياه يعني فيش رح يكون ناقصكم إن شاء الله. يعني هيك إحنا تقريبا أنهينا المراجعة خلاص. حلينا الكوزات الكوز الأول للدكتور ياسر. الكوز ما كان سهل يعني طويل ومدته نص ساعة يعني مش 10 دقائق هذا كله لا كله نص ساعة. بس لما يجيك سؤال تحليل زي هيك وتغلط برقم مصيبة. الله يعافيك يا أسرى. خلينا نتفرج ريكورد.